أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على واصبر على ما يقولون واهجرهم جميلا. وطعاما ذا غصة
يوم تهتم الأرض والجبال وكان الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم
إن ربك
إن ربك يعلم. إن ربك يعلم. والله يقدر الليل والنهار، إن ربك يعلم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من الليل من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، والله يقدر الليل والنهار. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن من مرضى وآخرون
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما سلككم في سقر فما تنفعهم شفاعة الشافعين
قصر ولقى الله النعيم. فضت من قصر بل يريد امرئ منكم ان يؤتى صحفا منشرة يسأل أيام يوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا فإن
صبر فإذا بصر
وجاء ربك والملك
شجاعك والملك صفا صفا Oh,
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إن كانت هذه القراءة سبب قراءتي فاجعل كل حرف وكل كلمة وكل آية يا رب العالمين شفيعا له اللهم اغفر له واوسع له في قبري من البصر واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من خطايا كما يقصر الأبيض من الدنس اللهم اوسع له في قبره مد بصره واغفر لنا وله اللهم اغفر لنا وله اللهم اغفر لحينا وميتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. إن هذا كان لكم جزاء وكان أدعيكم مشكورا أيات بيئات تلاها على ما سمع حضراتكم فريق الأستاذ القارئ الشيخ خميس رحي الزعتري القارئ والمقيم مركز مدينة أبو حمص صوت الضوء والفراشة الكبرى ركبت لكم المحلات والمخازن الحاج أحمد زعيفر المحلات بسلطوس ولسادة المعزين الكرام كل من غداب العزاء كان سعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا لله راجعون.